السلام عليكم يا مرحبا، معكم أخوكم خالد محمد أبوجسوم، مهندس مهتم في الابتكار وتحديدا مجال ريادة الأعمال الابتكارية. حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أوتاوا في كندا في مجال هندسة الكمبيوتر وإدارة المشاريع الهندسية وريادة الأعمال. بديت حياتي المهنية في قطاع البترول مثل حال مهندسين وايد في قطر، لكن في 2010 قررت أن أنا أحول مجالي المهني لمجال الابتكار بحكم اهتمامي وشغفي في هذا المجال. أسست أكثر من شركة إلى اليوم. أول شركة كانت شركة ابتكار الحلول الرقمية متخصصة في مجال التعليم وإخراط التكنولوجيا في قطاع التعليم. نمت شركة ابتكار من ذلك الحين إلى اليوم بشكل مميز، وبدأت تقدم خدمات نوعية في مجال التعليم في قطر وفي المنطقة بقيادة أخوي وشريكي نايف الإبراهيم، وأنا فخور جدا بالتقدم اللي حققته الشركة. ومن أبرز برامجها وأبرز المنتجات اللي طورناها هو كان برنامج صانع، وكان هو أقرب البرامج أو أقرب المنتجات للناس بحكم طبيعته. وطبعا البرنامج كان أحد مخرجات تجربتي في برنامج نجوم العلوم اللي راح أتكلم عنها بالتفصيل، لكن البرنامج هدفه فعلا تمكين الجيل الجديد من تقنيات وقدرات الصنع والابتكار. وتخلل البرنامج عدة منتجات، منها باص صانع، منها برنامج صانع ومسابقة صانع للمدارس، وشفنا مخرجات جدا أبهرتنا احنا شخصيا وما كنا متوقعينها. وكان هدفها فعلا نقل تجربتي في برنامج نجوم العلوم لسائر شرائح المجتمع، ونعزز من خلالها ثقافة الصنع والابتكار سواء عند الطالب سواء عند المعلم وحتى أولياء الأمور، بحيث ان احنا نعزز من فكرة بناء اقتصاد المعرفة وشنو الآليات والمعارف والإمكانيات اللي لازم ان احنا نكتسبها، ونخلي الجيل الصاعد هذه والجيل الجديد يكتسبها على أساس نحقق مبتغانا وغاياتنا لما نتكلم عن بناء اقتصاد المعرفة. وفي رحلة بناء شركة ابتكار جاتني فرصة المشاركة في برنامج نجوم العلوم سنة 2012. كانت تجربة نوعية جدا ولها أثرها علي شخصيا، وكانت بداية مرحلة جديدة لي في مجال الابتكار وتطوير المشاريع الابتكارية. مثل ما ذكرت، برنامج صانع كان أحد المخرجات اللي تولدت وتطورت بسبب تجربتي في برنامج نجوم العلوم، لكن أيضا غير برنامج صانع كانت تجربة وفكرة أني أنا أستقيل من المسار الوظيفي التقليدي وأركز بشكل تام على ريادة الأعمال في المشاريع الابتكارية. كان المشروع في نجوم العلوم مثل ما بعضكم يمكن يعرف هو ابتكار طاهي، الجهاز الآلي للطبخ المنزلي واللي اليوم سميناه أوليفر. طبعا المشاركة كانت الأولى من نوعها على مستوى البلد بحكم أني كنت أحد أول القطريين اللي يتخطون المرحلة الأولى في البرنامج، ناهيكم الوصول إلى المرحلة النهائية وتحقيق اللقب كأول قطري يحقق لقب نجوم العلوم. أوليفر كان عبارة عن فكرة انولدت في عالم الدراسة والغربة وكيفية تعامل الطالب المغترب مع تحدي الأكل، ولد عندي السؤال: يا جماعة ليش ما فيه ابتكار أو جهاز موجود في السوق تقول له أبي مكبوس الوالدة، أبي شوربة الوالدة اللي أحبها، أبي معكرونة الوالدة اللي متعود عليها، أعطيه المكونات بشكل فريش أو خلنا نقول بشكل طازج، أقدم المكونات والجهاز يعطيني الطبخة بكل سهولة بحيث أنه يقوم بطبخها بشكل أوتوماتيكي. هاي السؤال اللي بدأ الرحلة، وهاي السؤال اللي أشعل فتيل التفكير في هذا التحدي والتفكير في هذا المنتج. بعد ما نهيت الدراسة وركزت على مساري الوظيفي وتطويري الوظيفي، جات فرصة نجوم العلوم والمشاركة في برنامج نجوم العلوم اللي يعتبر أحد المبادرات المميزة جدا من مؤسسة قطر، تعزيزا لالتزامهم بإطلاق ممكنات الإنسان. دخلت البرنامج وعشت مراحل المتنوعة إلى أن وصلت لمنتج أثبت فيه الفكرة، أو خلنا نقول لنموذج أثبت فيه الفكرة، وأن الأكل أو الطبخ بشكل أوتوماتيكي ينتج لنا أكل ممكن ناكله، وممكن نحن ننظر في الموضوع بحيث أن نحن نشوف جودة الأكل وطعمه وشلون ممكن نوصله إلى منتج نهائي.
أوليفر منتج يعتبر الأول من نوعه في العالم بسبب عناصره الابتكارية المميزة واللي سجلناها في براءات اختراع في عدة دول اليوم. طريقة عمل أوليفر بسيطة جدا للمستخدم. أوليفر يجي معاه 5 علب لحفظ المكونات مع خزان ماي مشابه لخزانات الماي اللي موجودة في مكاين القهوة اللي نستخدمها في البيت. طبعا أوليفر يتم التحكم فيه عن طريق برنامج في الهاتف الذكي. البرنامج يحتوي على وصفات تم برمجتها بشكل مسبق عن طريق طهاة محترفين أو حتى المستخدمين لأوليفر، مثل ما ذكرت مكبوس الوالدة أقدر أبرمجه على أوليفر وعقب أطبخه بشكل أوتوماتيكي. بمجرد ما أختار الوصفة البرنامج راح يعطيني كل المكونات اللي محتاجها وشلون ممكن أحطها في العلب الخمسة اللي ذكرتها وبالترتيب اللي حتمه الطبخ لهالوصفة هذه، بالإضافة إلى الماي لو احتجنا خزان الماي يكون محتوي على ماي بحكم طبيعة الوصفة. أول ما نحط كل شيء مكانه نأمر أوليفر بالطبخ ونقدر احنا نسوي شيء ثاني وأوليفر راح يقوم بها بشكل أوتوماتيكي بالكامل، يعني راح يحاكي الأفعال اللي راح يسويها الطباخ وكأن الطباخ قاعد يطبخ بنفسه، يعني راح يضيف المكونات في الوقت المناسب، راح يتحكم بدرجة حرارة الطبخ، راح يتحكم بتوقيت الطبخ، وراح يتحكم بالخلط والتقليب على أساس الطبخة تطلع بشكل مثالي وكأن الطباخ موجود ويطبخ كل مرة تنطبخ بشكل أوتوماتيكي. طبعا التكنولوجيا والتقنيات الابتكارية اللي نتكلم عنها أكبر من مجرد الأتمتة أو العمل بشكل أوتوماتيكي. أنا ذكرت أن أوليفر يتم التحكم فيه عن طريق البرنامج وفي ربط للبيانات راح يساعدنا أن احنا أول شيء نكتشف وصفات من كل أنحاء العالم. تخيل أنت في قطر تأكل أكلة برازيلية، تأكل أكلة فرنسية، تأكل أكلة ماليزية بالجودة اللي موجودة authenticity في الطبق نفسه وكأنه مطبوخ في عقر دار الثقافة هذه. ناهيكم عن البيانات وقدرتنا على إعطائكم تفاصيل غذائية لكل وجبة يتم استهلاكها عن طريق أوليفر، فبالتالي المستخدم ممكن يعرف جودة الأكل اللي قاعد يأكله، نقدر نعطيه مقترحات عن برامج غذائية يحب أنه يتم الأكل من خلالها، يكون متزن، يكون يلبي احتياجاته لو عنده احتياجات طبية لا قدر الله. فبالتالي مهمتنا مع التكنولوجيا والتقنيات هذه إن احنا نعزز فكرة الأكل بجودة عالية. شلون المستخدم يقدر يأكل بجودة عالية اليوم باستخدام كل التقنيات هذه، وشلون ممكن نحن نخلي جودة الأكل ثابتة بغض النظر من وين يالأكل، وين قاعد تطبخه، وشنو طبيعة الأكل اللي قاعد تأكله. هاي المنتج وهاي كانت الرؤية بعد نجوم العلوم. فالسؤال المحوري اللي طرحته شلون ممكن أنا أكتسب كل هالمعارف وهالمهارات وأبني على اللي تعلمته في نجوم العلوم من طرح للسؤال الصح للوصول للإجابة الصح، بإني أنا مو بس أبني منتج ولكن أبني شركة. طبعا بناء منتج شيء، بناء شركة شيء أكبر، تدخل فيها عناصر مختلفة، الجانب القانوني، الجانب المالي، الجانب التقني من تطوير للمنتجات، الجانب الإنساني وشون الواحد يبني فريق إلى آخره من عناصر مختلفة لبناء شركة. فقررت أني أنا أنتقل للسيليكون فالي، والدافع وراء هالانتقال كان فكرة شلون أو فكرة السؤال أو الفكرة اللي وراء سؤال شلون ممكن إحنا نبني شركة مثل جوجل ولا أبل ولا فيسبوك ولا إنستغرام وغيرها من الشركات التقنية الضخمة. شلون ممكن اليوم نسوي شركة أوليفر اللي هي ألس لابز اليوم شركة ضخمة مثل هالشركات، ولمقاربة التشبيه هذه وشلون وصلنا لهالنتيجة وليش كان الدافع هذا موجود. خلنا نشوف صناعة الأفلام وصناعة السينما. اليوم لو حد بيدخل هالصنعة وياته فرصة انه يروح هوليوود بتكون فكرة ممتازة. ليش؟ لانه راح ينخرط في مسقط رأس الصنعة هذه اليوم، او على الاقل المكان اللي متصدر صنعة السينما، فراح يتعلم شلون ينتج إنتاج سينمائي وكل العناصر اللي تنخرط في عملية الإنتاج. اليوم الواحد ممكن يصور فيلم في أي مكان، في ألمانيا، في قطر، في الهند، في سنغافورة، لكن لو راح هوليوود راح يتعلم
الصنعة، من مقابلة الممثلين، من تمويل الفيلم، من التقنيات اللي مستخدمة في الصوت، في التصوير، في الألوان، في الخلفية الخضراء، وشلون الكمبيوتر جرافيكس تدخل في صناعة الفيلم. فبالمقاربة كانت الفكرة، لو اليوم الواحد حصل فرصة يروح السيليكون فالي ويعيش في البيئة هذه اللي أنتجت الشركات الكبيرة ذي، ممكن يتعلم أمور كثيرة، وهذا راح يساعد ويساهم في بناء اقتصاد المعرفة اللي احنا نسعى لبنائه. فبالتالي انتقلت في 2014 إلى السيليكون فالي، وبدت رحلة بناء الشركة في ذلك المكان. ومن ذلك الحين إلى اليوم الحمد لله قطعنا شوط كبير. اليوم أوليفر تم إطلاقه على منصة الطلب المسبق إنديغوغو، وحققنا أفضل مبيعات وأعلى مبيعات مقارنة بكل المشاريع القطرية، أو اللي بدت من قطر أو اللي أصحابها قطريين وأطلقوا على هالمنصة. فالحمد لله قطعنا شوط كبير، ولحين باقي مشوار أطول في الرحلة، لكن الفكرة دائما كانت بدافع بناء اقتصاد المعرفة، وشلون ممكن نكتسب معارف نقدر نفيد فيها الجيل القادم. ويمكن برنامج صانع كان أحد النماذج اللي جسدت هالفكرة، والحمد لله اليوم قاعدين نشوف أثرها بشكل كبير من خلال العمل اللي نقوم فيه في ابتكار. التحديات في مجال ريادة الأعمال، خاصة ريادة الأعمال الابتكارية، كثيرة، لكن لو اختزلتها في نقطة راح تكون المحافظة على صوابك وعدم فقدانه. شلون ما تفقد صوابك؟ التحديات كثيرة، يوم بتكون عن طريق التمويل أو سببها التمويل، يوم انك انت قاعد تدور خبرة معينة ومو بمحصلها، والوقت قاعد يمشي ويمر ومو بقادر انت تخلص اللي محتاج تخلصه في الوقت المناسب. احيانا مشاكل في قضية تطوير المنتج والتحديات التقنية الخاصة فيه. السؤال، شلون ممكن تحافظ على صوابك وما تفقده بسبب طبيعة التحديات؟ لأن الأمور مش تمشي أو ما راح تمشي بخط مستقيم، الخط راح يكون متعرج بشكل غير طبيعي. وبعد يعني قضاء ما يقارب 10 سنوات اليوم في هذا المجال، أتوقع لو اختزلت التحدي في تحدي واحد راح يكون عدم فقدان الصواب. وطريقتك في عدم فقدان صوابك راح تكون في انك تستوعب اول شيء طبيعة التحدي هذا، وطبيعة دخولك في يعني ازمة او دوامة التساؤل هذا، واللي راح تأثر على قدرتك في اتخاذ القرار وصفاء ذهنك في اتخاذ قرارك. لان لو فقدت صوابك خلاص ما عاد فيها صفاء في الذهن، وعملية اتخاذ القرار راح تكون جدا جدا صعبة. فطريقتك في التعامل مع التحدي هذه بأنك تحيط نفسك بناس حقيقيين، ناس راح تساعدك على طرح السؤال الصح، راح تساعدك على التفكير بصفاء، وراح تساعدك أنك توصل للنتائج بطريقة عقلانية وبطريقة صافية، بطريقة تخليك تتخذ القرار الصح في الوقت الصح على أساس توصل للنتيجة الصح. نصيحتي لزملائي وزميلاتي من رواد الأعمال راح اختزلها في 3 نقاط. النقطة الأولى، احلموا بشكل عالمي، خل أحلامك عالمية، لكن لما تنفذ نفذ بشكل استراتيجي واقعي. من حديثي مع رواد الأعمال لاحظت أن ناس وايد تبي تختصر الرحلة، يعني لو مشروع محتاج 10 خطوات يبون يخلصونه في 2، وهالنوع من الاستعجال هو أسرع طريق للفشل. على أساس أوضح النقطة، بالنسبة لي المشاريع مثل ولادة مولود جديد. المولود الجديد الصحي محتاج 9 شهور لما ينولد، فهالوقت هو الواقع، هو الحقيقة اللي احنا محتاجين نسلم بها ونشتغل بها. ما نقدر نقول والله بنجيب 3 نساء على اساس يولدون ويطلع لنا مولود في 3 اشهر، ما تقدر. في بعض الامور مهما حطيت لها موارد ما تقدر تختزل واقعها، ما تقدر تعدي المكان والزمان اللي انت محتاجه لتنفيذ هالمشاريع. فضروري انك تحلم بالعالمية وتنفذ بشكل استراتيجي واقعي. النقطة الثانية، خلك دائما محاط بناس حقيقيين، وقرب منك الناس اللي تحترمك واللي راح تساعدك انك تسأل الأسئلة الصح على اساس توصل للأجوبة الصح.
فشال اللي أقصده لما أقول لك إنسان حقيقي، يعني إنسان إنك تقدر تظهر أمامه بأضعف حالاتك، بأضعف يعني هيئة أنت ممكن تكون فيها، وما راح يحكم عليك ولا راح يحاول ينصحك ولا راح يستهزئ فيك أو يستهتر فيك ولا راح يحسسك بالضعف والمهانة، بالعكس راح يتقبلك، راح يسمعك، راح يساعدك أنك تفكر بصفاء، لأن الإنسان لما يكون في أضعف حالاته تتغبش عليه الرؤية، ومحتاج حد يساعده أنه يفكر بصفاء، محتاج حد يساعده يشوف الواقع بطريقة حقيقية، وهاي هو الإنسان الحقيقي اللي تبيه يكون حولك، هاي الإنسان اللي تبيه ينصحك ويرشدك ويتحاور معاك ويطرح عليك الأسئلة الصح في هالأوقات الحرجة بالنسبة حق رائد الأعمال. النقطة الثالثة، تعلم إنك إنك تشتغل مع ناس أذكى منك وتتعلم منهم. الحمد لله اليوم أنا فخور جدا 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 بإني أنا أشتغل مع شخص أرسل تجارب لمحطة الفضاء العالمية الانترناشنال سبيس ستيشن. اليوم أنا فخور بإني أنا أعمل مع ناس عندهم أكثر من شهادة جامعية multiple degrees. عندنا زميلة في العمل اليوم قطعت كندا كلها أكثر من 6000 ميل أو كيلومتر عن طريق الدراجة الهوائية. ليش؟ لأنها تبي تكتشف شيء جديد. عندنا زميلة تركت الطب وتبعت شغفها في مجال الطبخ وحصلت أكثر من شهادة في هذا المجال، واليوم هي الهيد شيف عندنا والشيف. عندي زميلي بعد الآخر اللي اليوم مش بس متخصص في مجال البرمجيات لكن طيار وطير وجمع أكثر من هواية أكثر من اختصاص في نفس الوقت وفي نفس المكان. فبالتالي اليوم مهم جدا أنك أنت تتعلم أنك تشتغل مع ناس أذكى منك، ناس راح تكملك وناس راح تتعلم معاهم كل يوم، وتكون متواضع وتكون متقبل لهالحقيقة، لأن فعلا هاي اللي راح يساعدك أنك تنفذ بشكل عالمي، راح تنفذ بطريقة وصلك لتحقيق هاي الحلم. فهاي هي الثلاث نصايح، خلك دايما عالمي في أحلامك ونفذ بشكل استراتيجي واقعي، أحط نفسك بناس حقيقيين، ناس تساعدك وتعينك في أضعف مواقفك وأضعف حالاتك، وتعلم أنك تشتغل مع ناس أذكى منك. في الختام أوجه شكر خاص حق الزملاء في برين تراست. للأمانة أنا شخصيا مهتم في بناء اقتصاد المعرفة، وأعتقد أن احنا محتاجين تعاون شامل ومبادرات متنوعة لتحقيق هالشيء، وبرين تراست اليوم منصة لمشاركة الدروس، مشاركة العبر، مشاركة المعرفة، مشاركة الخبرات، واللي تعتبر جزء مهم جدا في بناء الإمكانيات وبناء القدرات اللي راح تساعدنا نحقق الغايات اللي نبي نوصل لها لتحقيق وبناء اقتصاد المعرفة.